ده بلاجن اسمه اوبتيكال فليرز. تمام، اوبتيكال فليرز دوت علشان اعمل ايه؟ علشان اقدر ان انا ازود البرايتنس كده واقلله. لو جيت دوست على كلمه اوبشنز، شايفين اوبشنز اللي فوق دي، لو جيت دوست عليها اقدر ان انا هختار من شويه لايتس موجود عندي. لو جيت دوست هنا شايفين كل ديت فولدرات، فكل واحد من دول جواه حاجات. لما اجي ادوس عليها كده اقدر ان انا ايه فيها شويه حاجات تحفه. بصوا حتى في بعض الحاجات لما بتيجي على الجنب كده، شايفين لما بتيجي على الجنب كده بصوا تروح منوره بالشكل ده كده. إيه لو احنا جينا حركناها بعد كده بالطريقه ديت ابتدت حركة. طب انا عايز احركها احرك ازاي؟ ادوس اوكي، عندي هنا البوزيشن اكس واي، اروح مشغل الساعه بالظبط واتحرك شويه واروح ماسك البلاجن اروح عامل كده مثلا، فده ان هو ايه يتحرك معايا. ايه هي الكروما؟ عشان برضو الناس تبقى فاهمه، احنا كده دخلنا بقى في الفيجوال افكتس. ايه هي الكروما؟ الكروما اللي هي الخلفيه الخضراء اللي بنشوفها في كل الافلام والحاجات ديت. ايه وظيفتها؟ ان انا بشيلها، بشيل الخلفيه الخضراء دي واحط مكانها اي حاجه. احط بقى اركب نفسي في الفضاء، اركب نفسي في السماء، اي حاجه. تمام؟ عايز اوريكم فيديو كده لل موضوع الكروما ده وايه اللي ممكن يتعمل بيه. تمام، عشان دماغنا ايه تركب الدنيا مع بعضها، وبعد كده نبدا نشتغل. عايزين نعمل امبورت لفايل اللي هو جوه جرين سكرين ورك فايلز جرين سكرين، هنلاقي جواه دي ودي. في حركه ان لو انا دلوقتي عملت كومبوزيشن، تمام، لو انا جيت خدت الفيديو وحطيته جوه الكومبوزيشن فهينزل، الله اعلم ممكن ينزل اكبر منه ممكن ينزل اصغر منه على حسب مقاساتهم هنا قد بعض، بس على حسب مقاس. في حاجه كمان، الكومبوزيشن ده انا عامله 10 ثواني فهو هيجي لغايه 10 ثواني وهيسقط. طب انا عايز باقي الفيديو، ففي حركه حلوه قوي، بدل ما اعمل كومبوزيشن انا همسح الكومبوزيشن اللي انا عملته ده. يعني انا هرجع من اول خالص كده اهو واعمل امبورت للحاجات دي اهي. فعملت امبورت، ادوس دوسه بره الاول، بعدين اخد الفيديو بتاعي واسحبه وانزل بيه لتحت خالص هنا، او انزل بيه على العلامه بتاعي نيو كومبوزيشن. اوتوماتيك هيعمل لي كومبوزيشن على قد المساحه بتاعته على قد الوقت بتاعه التايم لغايه لما الفيديو يخلص. عشان اشيل حاجه من الباك جراوند، عشان اشيل حاجه اوصلها من الخلفيه، الطبيعي اللي كان بيتعمل قبل اختراع الكروما ان احنا كنا بنجيب البين تول ونروح عاملين ماسك على الحاجه بتاعتنا، فلازم نمشي ماسك، لازم يكون بطريقه دقيقه جدا، غير طبعا اللي انا بعملها، بس بعمل كده عشان ايه افهمكم الدنيا ماشيه ازاي. يعني كده نقعد نعمل كده بقى وسنه سنه على كل حته. تمام، فهم كده هم فصلوا مثلا، يعني اعتبر ان هي مقصود صح. تمام، بس في مشكله، الماسك ما بيتحركش. فكانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيجيبوا الماسك ويعملوا كي فريم للماسك باس ويمشوا فريم باي فريم، كنترول سهم يمين تتحرك سنه يروحوا نقطه نقطه. ايوه نقطه نقطه، ونبدا ايه نظبط معاها. ادي اهو روح عامل كي فريم اهو، كي فريم، بعدين كنترول سهم يمين الكي فريم اللي بعده، ونبدا نقطه نقطه نحرك الكلام ده كده، وهكذا فريم باي فريم لغايه لما نخلص 1000 2000 صوره زي ما احنا عايزين. تمام، طبعا الحمد لله ان احنا موجودين في عصر يوجد فيه اختراع اسمه الكروما. علشان اشيل الكروما دي بدوس افكت كين كي لايت، افكت كين كي لايت، ده الافكت اللي بشيل بيه الكروما. معلومه برضو، كل الافكتات اللي جوه كين دي وظيفتها انها تشيل الكروما بشكل او باخر يعني، بس كي لايت افضل. فكي لايت دوت افضل، يعتبر افضل حاجه لغايه دلوقتي موجوده ان انا اقدر اشيل بيها الكروما دي. بستخدمه ازاي؟ عندي سكرين كولر اهي، شايفين الاي دروبر اللي هي القطاره دي، هيبدا يقول لي اختار اللون بتاع الكروما. هنا مهم قوي اختار انهي لون، اختار الغامق ده ولا الفاتح، مش اللون السائد. اختار اكتر درجه
الاخضر بتاع بيور يعني في النص كده بالظبط اخضر اخضر ولا هو فاتح قوي. بص شايف المربع اللي هنا ده، ده بيوريني اللون اللي انا واقف عليه. فولا هو ابيض كده رايح ناحيه الابيض اخضر فاتح قوي، ولا هو اخضر غامق قد يكون اسود. فاقدر بص يعني مثلا الدرجه دي شايفين دي اخضر اخضر صريح ما فيهوش اي حاجه. اول لما اجي ادوس كده بصوا اللي هيحصل. طبيعي عندكم هيحصل كده، هتحس انها اسود هي ما اسودتش، هو شال الباك جراوند. فلو انا عايز اشوف شايفين طبل ترانسبيرنسي ده، لو جيت دوست عليها ده يوريني الباك جراوند. فلغايه دلوقتي المفروض لما اجي اشغل كده هلاقي انها ايه اتشالت الباك جراوند الى حد كبير، بس انا عايز لغايه هنا كده. فانا همشي لغايه هنا كده وادوس الت د، انا هقطع الجزء ده كله. هيبقى عندي ايه؟ لان لازم اشتغل على كل مشهد لوحده ما ينفعش. فبقى عندي الجزء اللي هو دلوقتي بعد لما عملنا كده لسه في حاجات صح؟ في ظل ده، في ظل ورا، في حاجات هنا كده يمين وشمال. عندي هنا حاجه اسمها السكرين جين. السكرين جين هي دلوقتي معموله 100، لو انا ابتديت اقلل فيها هيبدا اللون الاخضر يرجع تاني لو ابتديت اقلل عن ال 100. طب لو ابتديت ازود عن ال 100 ابتدى يشيل كل حاجه اللي كانت لونها اخضر غامق اخضر فاتح، ابتدى ايه يزود. فانا دلوقتي يعتبر كده خلصت من الظل كله، من كل الشادو اللي كان موجود صح؟ بس دي مش حاجه حلوه قوي. ليه؟ الظل اللي تحت ده انا عايزه، على الاقل عايز جزء منه. ليه؟ عشان ما اجي اركبه على صوره يبقى الظل ده موجود، فما يبانش ان الكاركتر ده ماشي على الهواء. تمام؟ فالمفروض ان انا اقعد العب في النسبه دي كده، ازود او اقلل على حسب ما انا اشوف الظل دوت وصل معايا لفين. انا مثلا هنا يعني في الفيديو دوت انا شايف ان 115 الى حد كبير نسبه كويسه، ثابت لي جزء كبير من الظل هنا اهو كده، وفي نفس الوقت شالت معظم الايه؟ الحاجات اللي كانت بايظه حوالين الكاركتر بتاعي. تمام؟ اهو اللي هو اللي تحت الارض ده، انا عايز اللي هو ده. تمام؟ فانا عملت 115 كده فشالت معظم الايه؟ اللي كان موجود. طب والباقي ده هعمل فيه ايه؟ اعمل فيه ايه؟ اشيله ازاي؟ ابدا اعمل ماسك عليها. اعمل ماسك ازاي؟ اروح جايب طبعا بين تول، اتاكد ان انا دايس على اللاير بتاعي، وراح جايب الماسك اروح عامل كده 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 مثلا. احاول اعمل ايه؟ ما زودش النقط قوي علشان هتسهل بعد كده دلوقتي. اول طبعا لما اقفله هيبدا ايه؟ يشيل كل حاجه، فيحصل مشكله. كالعاده. يبقى نعمل ايه بقى؟ مش فريم باي فريم طبعا، بس هنشغل الماسك باس وهنبدا نمشي سنه بسنه كده. اول لما الاقي الكاركتر ابتدى يتحرك ابدا امسك ايه؟ نقطه كده من هنا وابدا احرك. لو عايز امسك نقطه لوحدها ممكن اروح اعمل ايه؟ اروح جايب السهم العادي دوس دوسه كده على اي نقطه او اعلم كده عليها واروح ماسكها احركها كده لوحدها. ارجع امشي كمان شويه. طب لو عايز امسك النقط كلها، انا دلوقتي بمسك نقطه واحده، عايز امسك كل النقط اروح دوس دبل كليك على اي نقطه فيهم اروح محرك كده الماسك كله. عايز اكبره برده بالدبل كليك كده واروح باجي على اي نقطه واروح دايس دبل كليك فبيروح ماسك النقط كلها كده. بعدين عايز اخرج منها اروح دايس دبل كليك تاني وهكذا. شايفين كده؟ الاقي انها اتاكلت، اروح واخد النقطه دي اروح عامل كده وهكذا لغايه لما اتاكد ان لما اجي دلوقتي اشغل. اه شفتوا كان في جزء هنا ايه؟ اتاكل. ابدا ان انا ايه؟ لازم بعد لما اعمل دوت اروح ايه؟ اشوف الدنيا ماشيه عامله ازاي في القهوه دي كده. لا اروح واخد النقطه دي هنا كده واروح قايل له لا هاتها لي هنا. المفروض دلوقتي ان الدنيا ايه؟ بقت كويسه. الفيديو بتاعي تماما بقت ماشيه على دلوقتي. انا اقدر ان انا اركب اي حاجه واحطها عندي في الباك جراوند. فانا هاخد الصوره اللي هي هاف ديت واخد الصوره اللي هي دي واروح حاططها عندي كده كباك جراوند، فلان الاثنين ايه رجعوا هنا. يبقى عندي كذا حاجه هعملها علشان توصل ان دي بان كانها واقعيه. يعني هي مش المشكله، مش مشكله الكرومه في الكرومه نفسها، مشكله فيما بعد الكرومه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انا جيت شغلت لكم دي كده تقول لي ايه ده؟ ايه الكرتون ده؟ تمام؟ فازاي نحول دي انها تبقى واقعيه تبان انها جوه فعلا ماشيه بحاجه؟ بس اول حاجه باينه جدا السايز، الحجم. مش حاسس انها ضخمه؟ يعني بصوا ايه ده اللي واصله لغايه طول الشجره دي؟ تمام؟ ما ينفعش.
طبعا لازم ابدا اغير الايه السكيل شويه، فانا جايب السكيل واروح مصغره كده ايه سنه، واروح حاطط هنا كده مثلا، فنلاقي الى حد ما السكيل ابتدى يبقى ايه منطقي. بصوا هنا بقى الشادو عامل ازاي، انا عايزكم تركزوا في الرجل تحت، شايفين الشادو مهم جدا، يبان انها فعلا في ظل ويبان انها ماشيه على الارض. احنا دلوقتي نبدا نعمل حاجه اسمها كولر كوركشن. يعني ايه كولر كوركشن؟ يعني ابدا اظبط الالوان على بعضها بحيث ما يبانش في الاخر ان الالوان مختلفه. نعمل كولر كوركشن ازاي؟ عايز اعلمكم تعملوا كولر كوركشن انتوا بنفسكم، يعني ما تبقاش هي طريقه 1 2 3. دلوقتي الالوان اللي قدام او الالوان دي، ايه الفرق بينها وبين الالوان اللي ورا في الثلاث الوان اللي الكمبيوتر بيفهمهم؟ يعني ايه الثلاث الوان اللي الجهاز بيفهمهم اللي هم ايه؟ احمر الاخضر والازرق، ار جي بي، ريد جرين بلو، تمام؟ فانا هفكر بطريقه تفكير الجهاز نفسه. الجهاز شايف ان اللي ورا ايه اكتر لونين غالبين عليه في الثلاث الوان دول؟ الاخضر والازرق، مفيش اي درجه من درجات الاحمر ورا خالص. لكن قدام هنا لا، في درجات احمر كتيره، البشره كلها فيها درجات احمرات. يبقى انا محتاج اشيل درجات الاحمرات من اللاير الاولاني اللي هو ده علشان يبقى زي اللي ورا، تمام؟ فلما اشيل الاحمر هنا هيبدا يبان الاخضر والازرق بتاعه. طب ازاي اعمل كده؟ الاول عايز اشيل الالوان كلها، اخليه دي ساتوريتد، اقلل الساتوريشن بتاع الالوان علشان بعد كده اقدر ان انا اتحكم فيه. فاقول له افكت كولر كوركشن، عندي حاجه اسمها تنت، فاكرين تنت ده كان بيعمل ايه؟ بيخلي الصوره ابيض واسود. فدلوقتي بقت دي ابيض واسود، بس انا مش هخليها بنسبه 100% هنا كده، هقول له لا خليها لي مثلا 50%. فانا كده ايه شلت الالوان بس مش قوي، تمام؟ طيب وبعدين ابدا اجيب الايفكت كولر كوركشن كيرف، ابدا اجيب الكيرف. اتفقنا الكيرف هنا عندي الار جي بي ديت اللي هي بتغمق وتفتح، اقدر ان انا اغمق او افتح الحاجه بتاعتي برده زي ما انا عايز، واقدر ان انا اجيب الريد لوحده والجرين لوحده والبلو لوحده. اتفقنا انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اسحب الريد، عايز اشيل، صح؟ يبقى اجيب الريد الاحمر وابدا اقلل في درجات الاحمرات. اه بصوا كده ابتدى يحصل ايه؟ ابتدت تاخد التون اللي هو الازرق المتضرر بتاعت ايه؟ الباك جراوند بتاعتي بتاع الخلفيه. فابتدت دلوقتي، يعني احنا دلوقتي عندنا الصوره كالوان وكسكيل مظبوطه، بس لسه لغايه دلوقتي الصوره مظبوطه كناحيه الوان، خلاص الالوان اتظبطت، وكناحيه سكيل، السكيل مظبوط، والكروما اتشالت. عايزين نبدا بقى ندي ليفل اعلى شويه بحيث انها تبان انها كمان اوقع من كده. المشكله ان الصوره اللي ورا فيها زي ضباب كده، دي ما فيهاش اي حاجه، فما تحسش انها جايه من جوه الضباب لانها كمان بتقرب للكاميرا، فالمفروض ان يبقى في زي ضباب كده عليها ويبدا ايه يروح. طب وانا اعمل الضباب ده ازاي؟ مش هعمله، بس في طريقه لذيذه قوي. مش انا ممكن اروح جايب الاول اعمل نيو سوليد، تمام، واقول له السوليد ده انا عايزه بلون الضباب بالظبط اللي هو ده كده او هنا كده، ادوس اوكي. فانا عملت سوليد بلون الضباب ده. طب وبعد كده هروح جايب دايره واعمل ماسك دايره كده مثلا كده شويه. وبعدين مش اتفقنا الماسك دوت في حاجه اسمها ماسك فيزر؟ ماسك فيزر ده اللي هي ايه؟ اللي هي الحواف بتاعت الماسك. فانا اروح مزود قوي الماسك فيزر جامد قوي كده، تمام. بعد كده اروح دايس تي، اجيب الاوباستي واروح مقللها مثلا مخليها 50%. فابتدى يبان ان في حاجه او في لير تاني فوقيهم هما الاثنين، فابتدينا كاننا دخلناها جوه الفيديو، ما بقتش هي كل حاجه شغاله وهي لير من بره، لا بقى في لير تاني فوقيها، فابتدى يبقى طبقات، تمام. بس في حاجه بعد شويه الضباب ده يروح، ليه؟ لان هي دلوقتي جوه اهي جوه الفرحمال الاوباس. فانا هاجي من هنا اقول بس دلوقتي 50%، ارجع امشي كده لغايه نهايه كده، بدل ما تبقى كده خليها مثلا 25، فتبقى ايه الى حد كبير منطقيه اكتر. لما نيجي نشغل كده لانها ايه؟ تحس انها جايه من جوه الايه؟ جايه من جوه الغابه كده.
الاضاءه حلوه، كروما اتشالت، الالوان جميله، السايز متظبط. ايه المشكله في الفيديو ده لغايه دلوقتي؟ ما فيهوش مشكله، بس باين ان اللي ورا صوره. على الاقل احنا حاسين ان اللي ورا دي صوره، انا مش شايف فيديو. لو اللي ورا ده بيتحرك شويه تبقى جميله. يا سلام لو انا مثلا عندي فيديو ورق شجر بيقع مثلا على خلفيه زرقاء، وشلنا الخلفيه الزرقاء لان طبعا ما ينفعش اخضر على اخضر. فاهمين؟ لو ورق شجر نازل اخضر وخلفيه خضراء هشيل ده وده. فلما يبقى عندي حاجه خضراء بخلي الكروما بتاعتي باللازق. تمام؟ فلو عندي مثلا مصور ورق شجر بيقع على خلفيه زرقاء، ما هم الثلاث الوان اللي بيسموهم الكمبيوتر ار جي بي. الريد ما ينفعش خالص لان الريد درجات البشره كلها احمر، فدي مستحيل. فبيبقى اما يخضر يا زلمه نستخدم الاخضر بشكل اكتر شويه يعني عشان الهدوم مش شائع فيها قوي الاخضر. فلو انا قدرت احط حاجات مثلا بتقع هنا كده اوكي، بس انا عايز اعمل حاجه ثانيه. انا عايز اخلي كان في مصور ماسك الكاميرا وبيصور وايده عماله تتهز سنه، يعني هو ايه؟ المشهد اصلا بيوحي بالرعب. يعني تحس ان في خطر هيحصل، في حاجه. فانا عايز ادي الاحساس ده كمان زياده. فعايز ابين كان اللي بيصور دوت ايده ماسك الكاميرا وايده السنه بتتهز، فالكاميرا بتروح. بتشوف افلام كتير قوي كده تحس ان اللي بيصور مش حاطط الكاميرا على ترايبود، تحس انه دايما بيتحرك، بيعمل لك توتر كده، افلام الرعب والحاجات دي. انا عايز ادي السنه تتحرك، اهم حاجه انها ما تتشافش، يعني احسها بس، احس ان في حركه بس ما تبقاش اوفر عشان ما تبانش. فانا هبدا اشرح حاجه اسمها الاكسبريشنز. الاكسبريشنز دي انا هشرحها بره دلوقتي وبعد كده نبدا نشتغل عليها.